السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود البرغوثي ودي قناة الأرض. الفيديو بتاع النهاردة عن حالة طوارئ كلنا عايشينها، أنا شخصيا والمربين وأصحاب الحادثة عايشينها من 3 سنين. لكن سبحان الله إخواننا الإعلاميين والصحفيين على مواقع السوشيال، المواقع الإلكترونية، وحتى في الصحف الورقية وعلى شاشات الفضائيات، حقهم طبعا ان هم يتجاوبوا مع ضغط الرأي العام الشعبي حول ارتفاع سلع معينة. سلعتنا النهاردة هي ايه؟ بيض المائدة. طيب يا رب، انا نفسي مرة اي زميل سواء صحفي او اعلامي يطلع يتكلم عن كيس، مش هسمي الاسم التجاري، كيس البطاطس المقلية والفشفاش والمحمرات والكلام اللي هو اللي متعبي في كياس، اللي كان بنص جنيه وصل جنيه، وصل حاجة منه سايز كبير بقى بخمسة جنيه، السايز ابو خمسة جنيه ده نزل بالحجم 20% وزادوا في السعر بقى 6 جنيه، علبة الكنز اللي بقت ب6 جنيه، كل شيء في الدنيا سعره زاد، لكن الاعلام لن ينتبه له. الاندوم السام المسمم اللي كان ب2 جنيه اللي وصل 6 جنيه وصل 7 جنيه ومفيش ولا واحد طلع يتكلم عنه. مش معنى يا رب البيض اللي بنطلع نتكلم عنه، تعرفوا ليه؟ لان البيض يا عيني سلعة شعبية استراتيجية جدا، بيشتغل فيها النهاردة أكتر من حوالي 20,000 منتج للبيض، كل منتج معاه عدد من العمالة شغالين فاتح بيوتهم، بيشتغل معاه ناس جايبين إيه وبيوردوا إيه وبيشيلوا إيه وبيحطوا إيه. طب البيضة دي إيه وتوصيفها العلمي؟ 60 جرام لحمة سائلة خالص، سائلة بالمرة، 60 جرام لحمة ما فيهاش أي وست، لا فيها عظم ولا فيها هالك ولا فيها شيء بيترمي إلا القشرة اللي هي وزنها قياسا بالبيضة ما تجيش 4 جرام. قشرة البيضة دي كلها 4 جرام، لما تشيلها من 62 إلى 58 جرام هنقول متوسط وزن البيضة 60 جرام بروتين سائل أو لحمة سائلة. يا أخي هب إنها وصلت 5 جنيه، يعني طبق البيض هب إنه وصل ل 150 جنيه. وعلى فكرة اللي بيحصل للبيض النهاردة أنا بتوقع إن السنة الجاية أو خلال سنة ونص هنلاقيه ب 150 جنيه إذا وجدناه فريش في مصر. طب لو وصلت 5 جنيه نسبها كده لسعر كيلو اللحمة، شوف ال 60 جرام لحمة يساوي كام، برغم إن البيضة أأمن من اللحمة الحمراء، أغنى من اللحمة الحمراء، صحياً أحسن من اللحمة الحمراء، وإن كانت نسبة البروتين بتقل فيها عن نسبة البروتين اللي في اللحمة الحمراء، لكن البيضة فيها مجموعة الأحماض الأمينية الكاملة اللي يعيش عليها الإنسان آمن جدا، لا كوليسترول ولا أمراض ولا نقرس ولا إلى آخره. المولود بعد 6 شهور أو بعد سنة من الولادة بيحتاج إلى سن 6 سنين بيضة يوميا. الصبي من سن 6 سنين إلى قبل 18 سنة بيحتاج بيضتين يوميا. ممكن الإنسان لحد ما يموت لو وصل 90 سنة محتاج بيضتين يوميا. الأم الحامل محتاجة 3 بيضات يوميا عشان جسمها يتظبط من الفسفور والبروتين والكالسيوم وكل العناصر الأمينة الصحية اللي موجودة في البيضة. طيب الخمسة جنيه ممكن طفلك يشتري بها، لو اديته 5 جنيه كده وقلت له اطلع اشتري بها حاجة، هيرجع لك بكيس فشفاش اللي هو بقى ب6 جنيه ويقول لك هات يا بابا كمان جنيه اكمل، هيرجع لك بعلبة اندومي مسممة يقول لك هات 2 جنيه اكمل عليها، مش هيرجع لك بقى بحاجة. يعني الخمسة جنيه النهاردة تقدر تشتري بها ايه؟ علشان تاكل، عشان تتهم البيضة اللي وصل سعرها 2 جنيه ونص ما وصلتش 3 جنيه لهذه الفضيحة. طب هي وصلت سعرها ليه كده؟ لانه تكلفة طبق البيض يا ناس وصلت لحالة مرعبة. طبق البيض بيطلع من 4.5 كيلو علف، ال4.5 كيلو علف دول النهاردة بسعر النهاردة 45 الى 50 جنيه لوحدهم. لسه لا حسبت سعر اللي هحمله على طبق البيض من سعر الام اللي اساسا الاستثمار فيها وصل 150 جنيه قبل ما تحط اول بيضة، العائد على الاستثمار من العنبر اللي تكلفته بالملايين، العمالة، الكهرباء، الأدوية البيطرية، الكتكوت لما جت الأم أنا ضفته على تكلفة الأم، كل ده لما تيجي تحسبه تكلفة طبق البيض النهاردة 24/7/2022 تكلفة طبق البيض النهاردة على مسؤوليتي ووفقا لخبراء في المزارع عدت 63 جنيه. طب لما يجي اتحاد منتجي الدواجن بجلالة قدره وهي مؤسسة حكومية بقرار جمهوري من سنة 1998 أنشئ خصيصا لحماية هذه الصناعة لحماية المنتجين،
يقول لك انا عملت بروتوكول تعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة اوفر لهم البيض في المنافذ بسعر البورصة او بسعر التكلفة. طب وسعر التكلفة كام يا اتحاد منتج الدواجن؟ سعر التكلفة النهاردة لو رجعت للمعادلة السعرية والاعضاء الاتحاد واعضاء شعبة البيض اللي عندك، تكلفة سعر البيض النهاردة الطبق 63 جنيه، واتحدى على مسؤوليتي لما تنزلها النهاردة ب 60 جنيه وب 62 جنيه للمستهلك، معناها انك انت واخدها من العنبر بكام؟ ده اللي حصل لما التجار المحترمين اللي هم الحلقات الوسيطة اللي ما اقدرش اعدمها ولا اجي عليها ولا اتهمها بالجشع، لازم تاخدها من العنبر ب 59 وب 58 النهارده. لما التكلفة تبقى 63 انت بتحمل يا اتحاد منتج الدواجن العضو بتاعك اللي آمن بيك وحملك مسؤوليته، بتحمله 5 جنيه خسائر متصلة على كل طبق بيض. طب ده بيخسر من 3 سنين. النتيجة كانت ايه؟ 40% وعلى مسؤوليتي ايضا النهارده من منتجين، 40% من صغار منتجي البيض واصبح كبار كمان دخلوا في القصه سابوا الصناعه ومشوا. طب ال 60% الباقيين كبار وصغار بيشتغل ب 50% من طاقته الانتاجيه، اللي عنده 4 عنابر بيشغل عنبرين، 6 عنابر بيشغل 3 عنابر، ولسه قاعدين نقول 13 و14 مليار بيضه سنويا. والله لو مصر بتنتج النهاردة 12 مليار بيضة سنويا بما يعادل زي ما احنا بنقول 38 او 35 مليون بيضة يوميا، اقسم بالله لسعر البيض كان وصل 25 جنيه او 30 جنيه في الطبق مهما كانت تكلفته، لان اللي بيحدد سعر طبق البيض او سعر اي سلعة ما بتخزنش العرض والطلب. طيب الحل ايه يا جماعة عشان ما نهريش في الكلام؟ الحكومة تبص شوية لمنتج البيض، حرروا حسابهم اللي عند وزارة الزراعة خليها تدعم الفرق بين المستهلك والإنتاج، اعفوهم من الضرائب اللي هي الخاصة بالضريبة العقارية، خفضوا سعر الكهرباء أو ادوهم سعر الكهرباء بسعر مدعم، لأنه أساسا العنبر ده زي كأنه فدان زراعي، ملف أمن قومي أمن غذائي. طب من ضمن الحلول كمان، من ضمن الحلول إنك أنت تشتغل حملة توعوية تعرفهم يعني إيه بيضة، البيضة دي تساوي إيه صحيا وغذائيا وسعرها الحقيقي قياسا بغيرها من الأغذية يساوي كام. حلول تانية، بدل ما أقول إن البيض سلعة لا تخزن وأسيبه عند الناس وأضغط عليهم عشان يضطروا يبيعوه ويوفروا فلوس يأكلوا دواجنهم ويمشوا عملتهم ويصرفوا فواتيرهم، يا أخي خليهم يستثمروا في البيض المبستر والبيض المجفف، ونعبي البيض ونعمل له حملة تتراباك اللي عملته في الحليب وخلت الحليب كله النهاردة على أرفه في المحلات. تغيير العادات الغذائية، تغيير ثقافة الشعوب، لما أخزن 20-30% من البيض أحوله لمجفف ومبستر وفقا للوائح، وخلي مصانع المعجنات والبسكويت والمخابز والفنادق تستخدم البيض البودر المجفف أو المبستر، أنا هرفع الضغط في العرض بتاع البيض هلاقي سعره آمن جدا، بس بشرط قلنا إنك تعفيه من حاجات كتيرة جدا وتخفض تكلفته عند المنتجين عشان يبيعوه بسعر فيه هامش ربح. لو أنا ما حققتش هامش ربح على سلعة، هو ينفع إن حد يجي يبيع لي سلعتي لمجرد إن أنا ما بقدرش أخزنها؟ أنا عارف تكلفتها وفي معادلة سعرية موجودة في أدراج اتحاد منتج الدواجن، ومحدش يزعل مني، اتحاد منتج الدواجن لو بيؤخذ رأيه النهاردة لدى الجهات الحكومية لدى وزارة الزراعة والتموين، اتحاد منتج الدواجن لا يمثل 10% من المنتجين، لأن أعضاؤه ما يزيدوش عن 180 شخص، 180 شخص من 25 ألف منتج، حتى لو كان منهم 10 بيتحكمهم في 20% من الصناعة، أنا بقول إن العدد الكبير هو الأولى. القاطرة الإنتاجية في أي دولة، قاطرة التنمية الصناعية في أي دولة، هم الصغار، صغار المنتجين هم الأولى بالرعاية، المستهلك بيئن، المنتج بيخسر، والحلقة الوسيطة مظلومة اللي هم التجار، لكن الحلول دي مسؤولية دولة ومسؤولية مواطن إنه يدور ويعي كمستهلك عشان يبرر لنفسه ليه البيضة وصلت النهاردة لـ2 جنيه ونص والسنة الجاية ياخدها بـ5 جنيه. ونشوفكم في فيديوهات مقبلة على خير.